The Gaza Strip has been living under a complete Israeli-led siege since the beginning of 2007, after Hamas took control of the territory. Even as Israel was being supplied with weapons during the war from its main backer, the United States government, Egypt, an Arab state which shares direct borders with the Gaza Strip, is still observing the siege to this day, preventing the entry of much-needed materials, including those needed for reconstruction after the war. The siege has had its toll on the people here. This is the main street in downtown Khan Yunis, the second largest city in the Gaza Strip. With no spare parts, even the electricity grid infrastructure is falling apart. The electric utilities company here has performed miracle patchwork to fix these corroded wires. Anything that needs to be imported is very hard to find, and with the ability to produce locally greatly undermined through the years of siege and the war, Palestinians are finding other ways to cope, through breaking the siege themselves. This is the Barqouq Castle in the center of Khan Yunis. The city was built around it hundreds of years ago. In front of it today is what people call the Egyptian market. Nearly everything being sold here, from canned food to diesel-powered stoves to candles and even diesel itself, has been brought in from Egypt through underground tunnels. I spoke with some of the sellers. ليش عم بتبيعوا هاي البضائع؟ لانه ما فيش موجود غاز ولا في اي حاجه، حتى الكهرباء طول نهارها قاطعه، ما بتجيناش الا ساعتين في النهار. نطبخ عليك كل الطبايخ، بنعمل طبيخنا، بنعمل شاينا، بنعمل اكلنا، بنعمل رضعات اطفالنا، حتى المياه السخنه قاعد بنسخن عليه. طب شو نسبة الناس اللي بتستخدمها؟ الحين نسبة الناس تقريبا 90% بتستخدمها. الأغلبية. والغيرك ايش بتستخدم؟ ايه اللي بيستخدم الحطب، واللي بيستخدم الكهرباء، اللي بتيجي عنده كهرباء، واللي عنده مواتير كهرباء بيستخدمها، واللي بيستعمل بوابير الكاز. اليوم رجعنا للعصر الحجري، احنا ما رجعناش للعصر الحديث طبعا. هذه كاز، هذه نستخدمها عشان للبوابير وللفواليس، هذه اللي هنا لانه في عندنا حصار عشان فشل غاز، وجميع شاكيف المعابر طبعا مغلقه، واضطرينا شاكيف نشتريها على اساس نضوي هذا الضوء، اشترينا كمان ضوء. طب هلا كل الناس تشتري زي هيك؟ اغلبيه الناس غاز، لا يوجد لا غاز ولا اي شيء من المحروقات الا الكاز هذا مجبور من مصر. أبو أحمد، ممكن تحكي لنا قديش عمق هذا النفق وقديش طوله من هون لمصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المسافة الحين من فوقنا 14 متر، بتمتد جوا 250 متر، وبيصل العمق لحد ما نصل في الآخر بيكون لحد 20 متر، لأنه إحنا عشان نمشي مع اللي هو الصخرة الجامدة نزلنا نزول، فبتوصل معنا الارتفاع الأرض أو سطح الأرض 20 متر. طب ليش أنتوا بتعملوا أنفاق؟ إحنا الأنفاق ما فيش، يعني إحنا بنعرض نفسنا للموت عشان نعيش، فيش بديل. يعني إيش بتجيبوا في الأنفاق؟ إحنا كل اللي بنجيبه يعني مواد غذائية بشتى أنواع، معلبات، حليب أطفال، شيبسي، كل ما يتطلبه يعني قطاع غزة بنجيبه. طب ليش بنجيبوه عن طريق الحدود يعني؟ لأنه كل المعابر اللي بتحيطها مغلقة إغلاق تام، وحتى لأن وصلت فترة من الفترات ما فيش سولار في القطاع اللي مشي سيارات الإسعاف، فالأنفاق وفرت هذا الإشي زي ما أنت شايف هون اللي هو خراطيم هذه. كيف شعورك أنت وأنت بتعمل في نفق زي هيك على العمق هذا وتعرض نفسك للخطر؟ كيف شعورك وكيف شعور الإخوة اللي بيشتغلوا معك؟
والله شوف يعني هي البداية تبعتها بتكون مخيفة ومرعبة، احنا كل يوم بنتعرض للموت، لكن ما فيش بديل، احنا فيش بديل عن الموت الا ان نخش في الموت عشان نعيش. زي ما حكيت لك قبل شوية، الشعور زينا زي اي بني ادمين، في بنخاف في بنفرح، فلازم يكون في خوف في البداية، وبعدين تعودنا على الاشي فحياتنا ارتبطت في وجود النفق هذا. اليهود بيستهدفوا هاي الانفاق، كيف بتم يعني؟ هل تتدمر الانفاق هاي؟ يستهدفوها والله انها صعب، زي ما بصير خراب بدمروا البير ممكن الخط، لكن برضو بنعيد بناؤه تاني. ماذا عن الجهة المصرية؟ هل هي مثلا بتقبض على بيعمل الانفاق؟ والله بتضايق، هي صارت بتضايق، بتسكر المداخل المخارج، وحتى ممكن بصير يتم القبض، بس برضو بكون ممكن يكون في تسهيلات، لكن صعب يعني. انت بدك شعب محاصر، فيش امكانية تحاصره، شعب أطفال نساء مرضى كله، في صعب إنك تحاصر شعب بده يعيش، بدك تقتله عشان لا هو بخش على الموت عشان يعيش، إيش بدك تسوي له أكتر منه؟ بارك الله فيك. إيش بتحب تضيف آخر إشي؟ ما فيش إضافات إلا إنه يعني إذا سكت الزمان عن المظالم فقاوم ثم قاوم ثم قاوم، هذا شعاره. It's no walk in the park here. Many tunnels have collapsed, killing those in them, either due to Israeli airstrikes or due to mistakes in construction. But that is not scaring the siege breakers. It's a war of wills between them and the Israelis, and they don't intend on losing it. نزلوا كل هالبيلات حتى نسحب الرملات، لابد العين تطلع لو هجموا كل القوات، لابد العين تطلع لو هجموا كل القوات، بيان الجحر تمام خلف جدار المصريين، كلها بس ثلاث ايام ان شاء الله نسند للعين، بدنا نعبي الخط كياس ونواسي جميع الناس ونودع عهد الإفلاس يرزق رب العباد. تمت بحمد الله. I'm about to be lifted right now up to the Gaza side of the border. We've just seen how long this tunnel is, and without these tunnels, Palestinians wouldn't have any of their fuel, any of their food, any of their medicine, nothing. Let's go up. Most people are dismayed by the unwillingness of Arab leaders to break the siege. شعور غضب على جميع الدول العربية وعلى رؤسائها بالأخص، لأن الشعوب مش طالع فيها تعمل أي حاجة. المنطق يقول هنا جانب فلسطيني انسحب منه اليهود أصبح محرر لا يوجد فيه أي صهيوني، وهنا جانب عربي مصري لماذا لا تفتح الحدود على مصراعيها 12 كيلو هدول، مش بس المعبر، لماذا لا تفتح وتصبح الحياة طبيعية؟ هناك ما هناك من وراء هذه الاتفاقيات، سواء كانت المصرية الإسرائيلية أو الفلسطينية الإسرائيلية أو إلى آخره، من رواسب ومن أشياء نحن لا ندري عنها شيئا. This is the Rafah crossing. Although it's fully equipped and capable of managing border traffic, it stays closed, except in the face of those lucky enough to have been given permits for medical or other reasons. Now Gaza, the Gaza Strip is a kind of big prison for almost 1.5 million citizens that are imprisoned in the Gaza Strip. They lack so many needs. The daily needs of the Palestinian people in the Gaza Strip are not available. I mean, the greatest crime over the last 6 months, 18 months is the fact that this siege is going on. When we talk about the war being over, no, of course it's not over. How can you say that the war is over when you are stopping the basic human freedoms? Remember, in this world, the issue of human rights is something that the USA was built on. The Charter of Human Rights and basic human liberties is what United Kingdom and the whole of Europe is being built on today. So why is it that when we come to basic human rights, such as being able to walk freely, being able to buy those things that you need for your children,
and be able to give them the best upbringing, why is that being prevented? So that is the biggest crime of the century. There's no place on earth which is being cut off from the rest of the world as the besieged Gaza Strip. Our presence here by itself is considered a breach of this abnormal situation. We've observed the effects of the siege and the destruction of war. We've also seen the resilience and the determination of the people here to endure the hardships that they are faced with. What they want is to be able to live a regular, dignified life, not less than the one the free people of the world enjoy. You've been with me, Tariq Al-Farra, from the city of Khan Yunis here in the southern Gaza Strip, in an exclusive Press TV documentary.